3-1 للمنتخب الجزائري، ولكن منتخب شيلي لم يستسلم حتى الان. لتولير عدى حلو قوي داخل منطقه الجزاء، لتولير يراوغ، لتولير يسدد، والهدف الثاني، الهدف الثاني لمنتخب شيلي. اصبحت النتيجه 3-2 الان. عدى حلو قوي لتولير، استطاع ان يخترق دفاعات المنتخب الجزائري، وبمهاره فرديه عاليه نجح في احراز الهدف الثاني لتصبح النتيجه 3-2. تزداد الامور صعوبه الان على المنتخب الجزائري.